مسلسل الثانويه العامه لسه مستمر، بدا الاسبوع طبعا الثاني. انا ليه بتكلم مسلسل الثانويه العامه؟ ان شاء الله مش هنشوفه تاني ان شاء الله، يعني باذن الله السنه الجايه. الحمد لله السنه دي التسريبات اتوقفت، وحيينا جدا جدا وزاره التربيه والتعليم وجميع القائمين والجهات المعاونه، سواء بقى من الشرطه ومن القوات المسلحه المصريه والناس اللي كانت مشرفه على عمليه الطباعه، كل ده زي الفل. كان امبارح في امتحان التاريخ والفيزياء، كتير جدا من الطلبه قالوا ان في صعوبه في امتحان الفيزياء، كمان اتقدموا بشكاوي رسميه للوزاره، واصدر الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس لجنه امتحانات الثانويه العامه تعليمات فوريه، انا بطمنكم بتصحيح عينه عشوائيه من اوراق اجابه الطلاب في امتحانات ماده الفيزياء عشان يشوفوا الموقف ايه، زي ما عملوا في اللغه الانجليزيه بالظبط، اخذوا عينه عشوائيه والعينه العشوائيه دي في يمكن كان سؤال اللي دكتور رضا وضحه لنا امبارح. المفروض ان هيتم الاعلان عن نتيجه تصحيح اوراق العينه العشوائيه دي بكره ان شاء الله، هنقول لحضراتكم عليها. واكد رئيس قطاع التعليم العام ان الوزاره هتتخذ القرار المناسب لتحقيق صالح الطلاب بعد نتائج تصحيح العينه العشوائيه دي. وحسن بيان الوزاره الجدل، احنا جماعه بقينا بارعين ازاي نتعب اعصابنا، والنبي ارحموا الولاد في الكام ماده اللي باقيين، فيش، كان لازم يتقفل السوشيال ميديا اليومين دول. بيان الوزاره قال انه حصل السؤال الاول الخاص بثوره 30 يونيو واللي البعض حاول يحمله طابع سياسي، واكدوا ان هو بعيد عن المنهج. البيان قال ان السؤال جاي من المنهج الدراسي المقرر على طلاب ثالثه ثانوي، الموضوع موجود، انا وهقول لكم ايه السؤال، الموضوع موجود في الفصل الثامن من الكتاب المدرسي بعنوان ثورتنا 25 يناير و30 يونيو، وده معناه ان السؤال ما خرجش عن المقرر الدراسي لماده التاريخ. والسؤال كان بيقول ايه بقى؟ انا ارجع اقول لكم السؤال اللي الناس كلها اتكلمت عنه، السؤال كان بيقول ماذا ولم يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي او المشير عبد الفتاح السيسي بيان ثوره 30 يونيو؟ انت بتدرس ثورتين، مش احنا زمان كنا بناخد مثلا على سبيل المثال المعاهدة والثورة وماذا لو لم يخرج الشعب في ثورة 1919؟ احنا كان عندنا السؤال ده، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل بجد؟ يعني اكيد ان انا كطالب بدرس ثورة 30/6 وثورة 25 يناير، اللي انا وانا طالب دلوقتي في ثالثة ثانوي كنت لما قامت ثورتين دول كنت انا عندي 8 سنين او 9، صح؟ فده تاريخ، تاريخ حديث لا يمكن الاغفال عنه. ليه؟ لان هذا التاريخ الحديث اسقط نظام حكم كان بقاله 30 سنه، وانا بتكلم على ثوره 25 يناير، وشالها من جذورها. وثوره 30/6 اسقطت حكم جماعه ارهابيه احتلت مصر. انتوا عايزين ولادنا ازاي ما يعرفوش التاريخ ده؟ انتوا ازاي ولادكم مش عايزينهم يعرفوا التاريخين دول؟ الناس بقى اللي بتتفق مع ثوره 25 يناير او ما بتتفقش معاها، تتفق مع ثوره 30/6 او ما تتفقش معاها، ده مش موضوعنا، احنا بنتكلم على التاريخ. ماذا ولم يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي بيان ثوره 30 يونيو؟ ايه المشكله؟ انا عايز ابني يعرف انه تاريخيا لو ما حصلش إلقاء هذا البيان كانت جماعة الإخوان الإرهابية بالطبع هتتمكن من السيطرة على حكم البلاد وكان هيحصل كل الأمور دي، إيه المشكلة؟ ماذا ولم يخرج الشعب في ثورة 1919؟ ماذا ولو لم يقوم الضباط الأحرار بثورة 1952؟ ماذا ولم يخرج أحمد عرابي بثورة 1881؟ ماذا ولم يؤسس محمد علي باشا جيش مصر؟ ماذا ولم يسيطر على صناعة الاحتكار؟ ماذا لم يتم لو إلغاء معاهدة 1936؟ أنا يعني ماذا ولم يتم تأسيس البرلمان المصري من 150 سنة؟ ماذا ولم يؤسس الدستور 1923؟ كل دي أسئلة تيجي في التاريخ، هي تاريخيا أثرت على البلد ولا ما أثرتش على البلد؟ هي معلومة محطوطة على سبيل المجاملة ولا 30/6 دي ثورة خلعنا فيها حكم جماعة إرهابية من جذورها ولا لأ؟
البيان اللي كان واقف 30 40 مليون مصري في الشارع روحهم متعلقة بيه، ولا احنا نسينا عشان خدنا نفسنا؟ دي معلومة تاريخية موجود عندك في الفصل الثامن، ثورة 25 يناير، ثورة 30 يونيو. ما تسيسوش الأمور، ما تسيسوش الأمور، ولا نشيلهم من التاريخ. على فكرة لو شلناهم من التاريخ، اللي قاموا بثورة 25 يناير هيزعلوا، واللي قاموا بثورة 30 يونيو هيزعلوا، وما نقدرش نشيلهم من التاريخ لأنه مش بمزاجنا، لأنه التاريخ قدام العالم كله. تتفق تختلف معايا، ده تاريخ. الناس اللي اتفقت مع حكم الملك فاروق أو اختلفت معاه، ما زلنا لحد دلوقتي لازم ندرس تاريخ مصر في الدولة الملكية ونشوف ايه اللي حصل، والملك فاروق ما له وما عليه، وحقائق التاريخ اثبتت ايه، واللي قبله. نتفق او نختلف مع الخديوي اسماعيل او اي حد، اي حد، ده تاريخ دولة، تاريخ مصر، مش بناخده بالاهواء.